احنا كنا اخر حاجه وقفنا عندها اسئله. في حد عنده اسئله ثانيه خاصه بالسبب؟ خاصه بعثمان او خاصه بالطبل ولا نكمل الكلام؟ كمل عشان نكسب وقت. ويل ديورانت انا اقدره كثيرا. ويل ديورانت انا احب كتاباته الحقيقه في قصه الحضاره، عمل شغل كبير قوي ومفيد حقيقه، لكن احنا لينا وقفات ان بيتكلم ساعات في قضايا تخص تاريخنا، فلازم يكون لنا راي فيما يقوله. كثيرا ما انصف المسلمين. يا ريت يا جماعه الهدوء شويه. يا ريت الهدوء عشان نعرف نتواصل يعني. هنا من ضمن نقاط الاختلاف مع ويل ديورانت انه بيقول لم يكن عثمان قائدا عظيما ولكنه كان مثابرا صبورا. طب انا معترض الحقيقه على موضوع مقياس العظمه. بقول ان عثمان لم يكن قائدا عظيما، ليه مقياس العظمه؟ لان الحضاره اصلا في عيون ويل ديورانت بيقول الحضاره نظام اجتماعي يعين الانسان على زياده الانتاج الثقافي، وانما تتالف الحضاره من عناصر اربعه: الموارد الاقتصاديه والنظم السياسيه والتقاليد الخلقيه ومتابعه العلوم والفنون. طبعا يعني مع انه لم يهمل الجانب الخلقي، لكن هو تركيز في الاساس على الجوانب الماديه. القائد العظيم في تقييم العلماء الغربيين او المؤرخين الغربيين بشكل عام او المؤرخين اللي ما لهمش مرجعيه اسلاميه او يعني على مفاهيمنا، بينظر الى القائد العظيم على ان هو اللي حقق ملك كبير. من هذه الوجهه ممكن ما يكونش عثمان من وجهه نظره القائد العظيم، لان كل ملكه على بعضه 16,000 كيلو متر مربع، كما محافظه تقريبا، مساحه صغيره للغايه. فمن هذا المقياس هو مش قائد عظيم، لكن احنا لينا وقفات. انا عايز اسالك قبل ما ادخل في موضوع تقييم عظمه عثمان، انا شايف الحقيقه زي ما قلت من اعظم الرجال في تاريخ الامه الاسلاميه. ماذا تعرف عن هؤلاء؟ لا يعرف دولت المسجد هيصرف له 100 دولار مشان طبعا دعوه. هل يعرف جورج كارلوس فونسيكا؟ او يعرف نسواتي الثالث؟ هل سمع عنهم قبل كده؟ ها؟ ما حدش يعرف طبعا. لو حد عرف هيكسفني، انا كده بس سؤال معروف. فانا متعمد طبعا اجيب اسماء غير معروفه. لكن ده رئيس دولة، وده رئيس دولة، بس الدولة حجمها ايه؟ حجمها 4000 كيلو متر مربع زي الدولة اللي استلمها عثمان، وده بيحكم دولة حجمها 16,000 كيلو متر مربع زي اللي كانت في آخر عهد عثمان. فطبيعي إن أنت مش هتقول مقياس العظمة إن ده أو ده بالمقاييس العالمية، هو غير مؤثر في السياسة العالمية حجم دولته صغير للغايه. ده الاولاني فونسيكا، هذا رئيس جمهوريه الراس الاخضر اللي هي هنا، طبعا انتم شايفينها مش كده؟ اللي هي هنا دي في ناحيه يعني قدام موريتانيا قدام السنغال، جزيره اسمها الراس الاخضر، جمهوريه مستقله. هل في احتماليات ان هذه، انا كبرت لكم الصوره شويه عشان تشوفوا الجزيره لانها غير مرئيه، هل في احتماليات ان الجزيره دي تقلب امبراطوريه؟ امبراطوريه عظيمه، امبراطوريه على مساحه، هل في احتمال كام في المية؟ أم تالي الصفر، متهيألي كده في حساباتنا المادية المنطقية صفر، وده اللي خلى ويل ديورانت يقول إن عثمان رجل غير عادي بيحكم دولة 4000 كيلو متر قد الراس الأخضر. أو الدولة الثانية اللي هي تحت ديت، اللي هي عشان نضرب صورة عشان نشوفها، اللي هي سوازيلاند، اللي هو قائدها اللي احنا شفناه من شوية في السواد الثالث، قائد أو زعيم أو دولة سوازيلاند، مملكة سوازيلاند، مملكة سوازيلاند دي حجمها 16,000 كيلومتر مربع، قد إمارة عثمان لما مات عثمان اللي سلمها عثمان. برضه مساحة مستحيل في ذهنك إنها تتحول إلى إمبراطورية عملاقة. عشان كده ده لو أنا أشوف هاتين الصورتين وافتح افتح كده قائمة مساحات الدول وبص على أسماء الدول اللي في المساحات ديت، غالبا مش هتعرف ولا واحدة من اسمها أصلا. ف
فضلا انك ما عارف، عشان كده احنا ما نعرفش قصه عثمان الحقيقيه في زمانه، ما حدش كان معني انه يسجل قصته. مساحه صغيره لكنه بنى الدعامه اللي طلع منها امبراطوريه بتحكم 23 مليون كيلومتر مربع، اكثر من 30 دوله جواها. مساحه خرافيه لا تتم. انتوا جعانين؟ ها؟ الناس جعانه ويركب قلبي. ها؟ تخلص الفقره وممكن ماشي. تخلص 6:30؟ ربع ساعه. هات باب الاكل. الاكل ايه طيب؟ بس في بعض الاكلات لو بنزل ممكن تاكل ربع. لو كان جاي حد عنده مشكله بالانتظار؟ اصل هي الفكره عشان البريك الثاني العشاء. فانا لو انا خدت دلوقتي يعني معلش اديني 10 دقايق كمان. فين ال انا هنا عايز اقف وقفه واتدبر في موضوع عثمان ده حقيقه في انقلاب او في تحول اماراته اللي بحجمها 16,000 كيلومتر مربع الى دوله بحجم الدولة العثمانية. أتدبر قول الله عز وجل قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عثمان ابن أرطغرل لا يملك أي مقومات لتحويل إمارته من إمارة إلى إمبراطورية في كل المقاييس يا اخوان. والله العظيم قيام الدولة العثمانية هذا بهذا الحجم معجزة حقيقية ربانية. ما يمكن لحجم يعني حتى الدول الأخرى اللي قامت على أكتافها إمبراطوريات كبيرة لها جذور. يعني حتى دولة التتار ولا الدولة الإنجليزية الإمبراطورية الإنجليزية ولا الفرنسية في دولة قام منها الكيان. زمن قوة اشتد لكن هذا أنت مش عارف أصلا هم جم منين. ولا جم امتى؟ عيلة بتتكلم على 4000 واحد 500 راجل 500 امرأة و3000 طفل عاملين مع بعض عيلة قد كده صغيرة وبعد كده تبقى بهذا الحجم. هذا فعل الله عز وجل. شوف الآية اللي وراها بتقول إيه؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وده عبرة للمسلمين على فكرة. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الذي يولج الليل في النهار والذي يولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت هذه الايات والمعجزات القاهره هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. جايبهم ورا بعض عشان كما ان هذه لا يستطيعها البشر فهذه ايضا لا يستطيعها البشر. هو سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء بحكمته وارادته سبحانه. في طبعا اسباب هنتعرض ليها دلوقتي ونتكلم عن عثمان ايه الاسباب اللي ربنا اداها له في هذا الظرف الصعب اللي اترمى فيه. ومع ذلك قدر يتقبل. لكن شوف بقى الايه اللي بعد كده كمان مهمه جدا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. شوف يعني رابط المعاني ان مش عشان تحقق الملك وانت عارف ان الملك من الله عز وجل تخالف امر الله عز وجل وتوالي الكافرين على حساب المؤمنين. يجيب لك الايه بعدها عشان يحضر المسلمين وخد عبره من قصة عثمان. أجي عثمان ولم يخالف كان واضح الوجهة جدا صبغة إسلامية واضحة واقف قدام عمالقة الأرض في ذلك الزمن كل البلاد حواليه بتتخانق وهو ما بيقاتلش مسلمين مركز في الهدف بتاعه. ربنا سبحانه وتعالى اداله ملك لوضوح الرؤية اللي كان عند عثمان ابن أرطغرل. عظمة عثمان هذه جملة بقولها أنا تكمن عظمة عثمان الحقيقية في وضوح الرؤية عنده في انه رسم خطا للدوله العثمانيه سارت عليه ذريته ل 600 سنه. رسم خط فضلت الدوله ماشيه عليه حتى في لحظات الضعف. الخط ده ما راحش من عين الدوله العثمانيه مع وجود الضعف. طبعا ده حديث بيفسر لنا مقياس العظمه عندنا في الاسلام. ان مر الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ كان راجل عظيم في هيئه كبيره زي اللي بيبصوا لهم الغربيين الماديين مثلا في التقييم او المسلمين اللي لهم نظره ماديه. قال حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع لان هو ذو مكان. دا
ده في رأيهم عظيم، في رأي الناس اللي بتحلل الموضوع ساعتها الرؤية السطحية. قال ثم ساكت، فمر رجل من فقراء المسلمين زي عثمان كده ابن عطور بسيط، فقالوا ما تقولون في هذا؟ قال حري ان خطب الا ينكح، وان شفع الا يشفع، وان قال الا يستمع. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا. هذه مقاييس العظمه، اثروا قد ايه في الارض الرجل ده الفقير ده اكثر من ملء الارض من هذا الذي ترونه عظيما. كذلك نرى عثمان رحمه الله. عثمان نجح فيما يفشل فيه الاخرون، لان كان عنده طبعا دي الاسباب بقى اللي ربنا اداها له. كان عنده فكر موهوب، كان عنده وضوح رؤيه بيجاهد في سبيل الله، ما عندوش اي نوع من القتال مع المسلمين. معلش يا حسام احنا خمس دقائق هنشغله بس في التوزيع كده كامل، اي حركه انا سته وتلت ان شاء الله هنفصل. الفكر الموهوب ووضوح الرؤيه، تحويل الأزمة لفرصة، وبتوع التنمية البشرية يفهموا أول القصة دي، ممكن تتحط في ظروف صعبة جدا، إزاي بفكرك الموهوب بشغلك وإرادتك تحول الأزمة في وجود وجه الدولة البيزنطية إلى فرصة قيام. هو قام عشان الظروف بتاعته صعبة، استغلها في الجاهزية زي ما أبوه كان علمه، استغلها في استغلال الموارد اللي عنده، استغلها في جذب الناس لدولته، استغلها في الجهاد في سبيل الله، فرجع راية واضحة، الناس حبته، أعطى، استغل الظروف الصعبة، حولها إلى فرصة، ورث خبرته لابنه، ابنه أرخان من أعظم القادة المسلمين زي ما هنشوف إن شاء الله بعد الفقرة ديت، ورث خبرته فما راحش الجهد بتاعه زي ما أبوه ورث له الخبرة بتاعته. وأهم من ده كله أنا أعتقد أن نجاحه كان لشيء وقر في قلبه. راجل مخلص وعنده يعني زي الكلمة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشغل اللي عمله في فترة محدودة جدا في حياته، مساحة محدودة جدا من الأرض، ربنا يبارك فيها لحد ما شفنا ثمرها على مدار 600 سنة متصل. نظرية الموجة التاريخية ديت نظرية حطيتها ديت أهم شريحة في الدورة كلها. بتلخص قصة الدولة العثمانية كلها، وممكن آخد النظرية ديت أركبها على أي دولة من دول العالم الإسلامي أو حتى دول العالم بشكل عام. وكنت أصلا حطيتها سنة 2003 بدون النظر إلى تاريخ الدولة العثمانية، كنت عاملها على تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأندلس والحروب الصليبية وغيره، وما كنتش لسه ركبت عليها الدولة العثمانية. سبحان الله بعد ما درست الدولة العثمانية طلعت النظرية متطابقة تماما مع ما كنا بنقوله سنة 2003. هنشوفه إن شاء الله بعد ما تاكلوا بإذن الله النظرية ونفهم منها ملخص الدولة العثمانية كلها، وبعد كده نرجع تاني نفصل في حياة أرخان ابن عثمان إن شاء الله. جزاك الله. الأسئلة بعد في الأكل. بعد كده إن شاء الله ننتقل للوضوء والتجهيز لصلاة العشاء إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لنظرية الموجة التاريخية، ده هنرسم على هذا المنحنى نمو الدولة العثمانية ساعة ما ظهرت وإلى أن سقطت الإمبراطورية. هنا أنا رسمت أو حددت الموضوع على ضوء المساحة الجغرافية اللي بتسيطر عليها الدولة العثمانية. هنا المقياس ده تحت هنا مليون كيلومتر، 2 مليون، 3 مليون، لحد 24 مليون فوق. والمقياس هنا تحت السنوات الزمن. وبنقيس قوة الدولة حسب المساحة اللي بتسيطر عليها. المقياس ده في معظمه صحيح. إن أنا لما أقيس على مساحة الدولة وخاصة في ذلك الزمن يبقى القياس غالبا إن شاء الله يكون صحيح. لكن طبعا هو مش مقياس صحيح 100%. في بعض الدول الكبيرة بس ملهاش صوت أو ليها يعني سلطة على العالم، وفي بعض الدول الصغيرة في المساحة اللي ممكن تكون ليها آثار كبيرة جدا على العالم. دلوقتي طبعا أنت ممكن تشوف مثلا أثر إنجلترا أو فرنسا أكبر من أثر مثلا كندا عالميا أو البرازيل، مع إن إنجلترا مساحتها ربع مليون كيلومتر مربع، فرنسا نص مليون كيلومتر مربع،
كندا 9 مليون كيلومتر مربع والبرازيل 8 مليون كيلومتر مربع، لكن مقاييس مختلفة عشان حاجات تانية، قوة نووية، قوة سلاح، قوة اقتصاد، أمور أخرى. في ذلك الزمن المساحة الجغرافية كانت تفرق كتير جدا، ما تقدرش تسيطر على هذه المساحات الكبيرة الأرض إلا إذا كان عندك جيش قوي أو عندك دولة قوية ومؤسسة قوية تقدر تحمي هذه المساحات الشاسعة مع غياب الاتصالات وغياب الطرق الجيدة وغياب الأسلحة العابرة للقارات والحاجات دي كلها. فده مقياس يعتبر إلى حد ما مقياس سليم. قلنا هنا من أول بداية أرطغرل 1231 لحد ما سلم ابنه 1281 ابن عثمان، وعثمان هنا عند 1300 نقول إن هي بداية تأسيس الدولة العثمانية، وإن كنت زي ما أقول لكم إن هي الحقيقي إن هي 1335 لما سقطت الدولة الإلخانية اللي تبعها الدولة العثمانية، عمرها ما أعلنت الانشقاق لا على السلاجقة ولا على الدولة الإلخانية اللي جت بعد السلاجقة. لكن احنا هنمشي مع اللي بتقوله الكتب ان هو بدايات السلطنه كانت عند 1300. طبعا هم ليه بيقولوا 1300 مش 1335؟ لان اي دوله تحب ان يكون تاريخها اعمق، ما تبقاش حديثه في النشأ، دايما تحب ايه تزود، عشان كده مسمينها الدوله العثمانيه مش الدوله الاورخانيه، وان كان الصح علميا انها الدوله الاورخانيه. الاورخان اول واحد اعلن دوله مستقله، لكن هم عثمان ابعد، فخلينا ايه على جد ابعد بحيث يبقى تدي تاريخ واصول للدوله، وخاصه في ايامها الاولى يحب يكون لهم تاريخ وشرف واسم قديم. يعني ده ما قبل النشأة. بدات الدوله بعد كده هوت في عهد النشأة اللي هو بدا من سنه 1300 لحد سنه 1402. 1402 هنا حصل موقعة اسمها موقعة أنقرة، تكاد تكون سقطت الدولة العثمانية في هذه الموقعة الرهيبة، دي أكبر موقعة في القرون الوسطى كلها، موقعة أنقرة هذه، ما بين الدولة العثمانية التركية أصلاً، وما بين الدولة التيمورية التركية برضه. يعني دولتين الاثنين تركيتين، أصول تركية. لكن طبعا تيمور لانك في الدوله التيموريه ده يعني قضى على الجيش العثماني تقريبا في هذه الموقعه وانهارت الدوله، لدرجه انه دخلت في عهد بيسموه عهد الفتره اللي هو من 1402 ل 1413. عهد الفتره انهارت الدوله وانفكت، وتعلمنا ان شاء الله في بكره او جايز النهارده في اخر اليوم نتعرف على عهد الفتره ده، هنمشي احنا بعد كده بالتفصيل في المناطق دي. لكنها من بدايه كده اجمال شكل النظريه. عند عهد الفتره عند 1413 ظهر محمد الاول اللي هو مشهور بمحمد جلبي، وجلبي اللي هي عندنا في العرب شلبي يعني النبيل او المهذب او اللطيف، او يعني هو صفه يعني مدح له. محمد الاول ده اعاد بناء الدولة العثمانية مرة تانية، عشان كده بيسموه المؤسس الثاني للدولة العثمانية. من كتر ما الدولة انهارت اللي رجع تاني بيها سموه المؤسس الثاني، كان ده بعد 100 سنة من الدولة من نشأة الدولة. بعد كده ظهر عندنا العهد ده اللي بسميه عهد الدولة القوية. بعد محمد الأول ظهر عهد الدولة القوية في كام واحد أشهرهم طبعا محمد الفاتح سنة 1451 ولا و 1453 فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية العلماء بيقسموا التاريخ في الدنيا ما قبل فتح القسطنطينية وما بعد فتح القسطنطينية. قبل فتح القسطنطينية اسمه العصور الوسطى، بعد فتح القسطنطينية العصور الحديثة. ده العلماء المسلمين والغربيين وكله، دي علامة فارقة بين مرحلة في التاريخ الإنسانية ومرحلة تانية في تاريخ الإنسان، عشان قيمة موضوع فتح القسطنطينية ده. فده حصل في فترة العهد الدولة القوية، طبعا جه بعديه بايزيد الثاني اللي هو ابن محمد الفاتح برضه حكم في هذه الفترة. يبقى طبعا أنا شايف كده الكيرف عمال إيه؟ يعني طبعا في سقطة بسيطة هنا، بعد كده رجعنا تاني نقلة، بس العلو بتاعنا تدريجي. تدريجي، بطيء كده، لكن يعني الدولة بتتقدم. احنا هنا في عهد محمد الفاتح
كان هو مستلم مليون كيلومتر مربع وسلم بعد ما خلص حكمه 2 مليون كيلومتر مربع. دولة بقت دولة ذات وجود عالمي، مليون كيلومتر مساحة كبيرة طبعا، وخاصة في أوروبا الدول كلها صغيرة، فالدول اللي حجمها مليون دي بتبقى مسيطرة على أكثر من قطاع وأكثر من دولة. لحد عهد سليم الأول، سليم الأول ده سنة 1512 دخلنا في حاجة جديدة اسمها عهد القوة المفرطة. بنسميها عهد القوة المفرطة أو تأسيس الإمبراطورية. الإمبراطورية قفزة هائلة فجأة. فجأة ما هو استلم سنة 1512 وسلم ابنه سليمان القانون 1520. في غضون الثمان سنين بتوع سليم الأول ديت، دولة قفزت من 2 مليون وشوية إلى 6 مليون وشوية. زادت 4 مليون مرة واحدة. وبعدها سليمان نط بيها بقى من 6 مليون ل 14 مليون وشوية. برضه في غضون فترة محدودة. عهد القوة المفرطة وابن سليمان سليم الثاني ومراد الثالث. ده العهد لحد سنة 1574، ده عهد القوة المفرطة. بعدها ده كده تأسيس الإمبراطورية. الإمبراطورية إيه فرق الإمبراطورية والدولة؟ دولة يعني دولة كل أهلها ليهم علاقة ببعض ما، علاقة دينية، علاقة عرقية، علاقة قومية، لها علاقة بالأرض اللي عايشين فيها، ليهم علاقة ببعض. الإمبراطورية تحكم عدة دول مالهمش علاقة ببعض، بس هي بتسيطر عليهم بقوتها، فمسيطرة على عدد كبير من الأعراق المختلفة، الأجناس المختلفة، البلاد البعيدة عن بعضها. الإمبراطورية العثمانية كانت كلها لازقة ببعضيها. لكن في امبراطوريه زي الانجليزيه او الفرنسيه، امبراطوريه على مساحه الارض، فكل هنا دوله وهنا دوله وهنا دوله وهكذا. دي الامبراطوريه، اعراق مختلفه وجنسيات مختلفه في داخل اطار سياسي واحد. بعد كده بيجي عهد بنسميه عهد الثبات. مع كل هذه الفتره الطويله من عهد مراد الثالث اللي هو 1574 لحد عهد عبد الحميد الاول 1774، يعني 200 سنه تقريبا. عهد الثبات، حتى الطفره الكبيره ديت هي طفره مؤقته، انا بسميها الزياده المعنويه او الزياده العاطفيه. يعني ايه المعنويه العاطفيه؟ يعني الناس في هذه الفتره دول كتير دخلت في حمايه الدوله العثمانيه، بس بدون ما يكون الدوله العثمانيه لها تاثير مباشر على سياستها، انما هي تبع الدوله العثمانيه. عشان كده حاطين فوق في قمه الهرم هنا خروج بورنو. بورنو ديت إمارة ضخمة جدا، إدت مساحة كبيرة للدولة العثمانية، لكنها أكشولي ما كانتش بتحكم بالدولة العثمانية، تتبع الدولة العثمانية. بتضم تشاد والنيجر ومالي، شمال الكاميرون والمغرب ونيجيريا والسنغال، منطقة غرب أفريقيا كلها ووسط أفريقيا، كل ده كان كلها تبع الدولة العثمانية. بيعطوا ولاهم للسلطان العثماني، ولكن لا السلطان العثماني بيبعت جيوش في هذه المنطقه ولا بيدعى حكام يحكموا ولا حكام ولايات، لكن الاسم ان هي تبع الدوله العثمانيه. لكن احنا نقدر نعتبر ان هو الخط ده هو الخط الطبيعي بتاع الدوله دي. دي الاماكن اللي الدوله العثمانيه بتسيطر عليها سيطره حقيقيه، فيها ولاء او تابعين بشكل مباشر. عشان كده رسمنا الكيرف بهذه الصوره. لحد سنه 1774 عهد عبد الحميد الاول، دخلنا فيما يسمى بعهد الانحدار المتدرج. بتبتدي تسقط الدولة تدريجيا، فعندنا هنا سقوط من ساعة عبد الحميد الأول اللي هو سنة 1774 لحد عملت حاجات غريبة شوية. نرجع تاني كده. أيوه نرجع تمام. لحد كده. لحد عهد عبد الحميد الثاني اللي هو 1876، الانحدار المتدرج من عند عبد الحميد الاول لحد عبد الحميد الثاني من 1974 ل 1876، ده تخليك حوالي 100 سنه او 102 بالظبط. انحدار متدرج. لما انحدرنا متدرج، شوفوا عند عهد عبد الحميد الثاني مستلم قد ايه؟ مستلم 9 مليون كيلومتر مربع مساحه الولايات المتحده الامريكيه. لما بنزلنا خالص 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 نزلنا لحد هنا، عهد عبد الحميد استلم كانت مساحه الدوله العثمانيه 9 مليون، وهي طبعا هي كانت في حاله من الضعف ساعتها، لكن ضعيفه بحجم 9 مليون، كان رهيب. كل عيون الدنيا كانت
متطلعة على انقطاع جزء من هذا الكيان اللي بينهار في هذا الوقت. طبعا بعد كده دخلنا في عهد الانهيار السريع بداية من عهد عبد الحميد الثاني ومرورا بقى بعهد الخلفاء اللي بعديه. طبعا تولى محمد الخامس لما خلع عبد الحميد الثاني كان فقط شوية، بعد كده محمد الخامس بقى فقط كتير، لان جوه عهد محمد الخامس دولة بعديه كانت الحرب العالمية الأولى، وقبلها شوية كمان فقدت بقى ليبيا، احتلال ايطاليا ليبيا وكذا كذا مكان في الدولة العثمانية، ودخول الشام ودخول العراق، يعني كل بقى بدأت تقطع الدولة العثمانية في آخرها لحد عهد اللي اسمه آخر واحد عبد المجيد الثاني 1922 كان سنتين، وساعتها فك مصطفى كمال أتاتورك الإمبراطورية أو الخلافة وأقام الجمهورية سنة 1924، تبتدي بقى عهد الدولة ما بعد الانهيار، انهيار الإمبراطورية. فبدأت إيه الدولة التركية، وطبعاً ما زالت يعني مكملة نفس المساحة اللي استلمها سنة 1924. ده الرسمة بتاعت نشأة الدولة إلى سقوطها، زي ما انتم شايفين هي عاملة زي الموجة. لو انا جيت نظرت كده بالارقام عشان اعرف حجم الدولة العثمانية في تاريخ المسلمين وفي تاريخ الدنيا، هلاقي ان انا عندي من سنة 1413 ل 1512 عهد الدولة القوية زي ما قلنا، ادي 99 سنة، وادي من 1512 ل 1574 عهد القوة المفرطة اللي هو بتاع سليم الاول وسليمان وسليم الثاني، وقال بعد كده دوت عندي 200 سنة عهد الثبات اللي هو برضه بيسيطروا فيه على 14 مليون كيلومتر مربع او اكتر، ودولة مؤثرة لها وجود وكيان في العالم خطير للغاية. ده بيديني مجموعه 361 سنة. 361 سنة الدولة العثمانية دولة عالمية مؤثرة للغاية لحد 1774. 1774 عملنا معاهدة خسرنا بيها كتير جدا، اللي هي معاهدة كيتشن كينارجي، وديت يعني كانت مع الدولة الروسية، وفقط فيها هزم فيها العثمانيين هزيمة كبيرة، فبدأ الانحدار بقى اللي هو ايه المتدرج. لكن حتى بعد الانحدار المتدرج ولمدة 100 سنة ما زال وجوده بيسيطر على 102 سنة، بتسيطر على مساحة من الأرض حوالي 9 مليون كيلومتر مربع، ده بيديني مجموع 463 سنة والدولة العثمانية دولة عالمية. بعدها طبعا في انهيار، وقبلها تتلس دولة صغيرة غير مرئية على مساحة العالم أو ملهاش أثر كبير على مساحة أو حركة العالم. فأنا بتكلم على 463 سنة، ده رقم رهيب يا إخوانا. فأعمار الدول يعني دولة مؤثرة لهذه الفترة الزمنية طبعا ده شيء كبير جدا. وزي ما كنت بقول في النظرية ان هذا الامتداد الطويل مربوط بهذه الفترة الأولى في حياة الدولة العثمانية. بقول ايه بقى؟ انه كلما ازدادت التربية قوة والبناء ازداد رسوخا، كلما طال عمر الدولة وعظمت قوتها. يعني المساحة الزمنية بتزيد والقوة اللي بتسيطر عليها بتزيد، مربوط بحسن التربية اللي معمول في الأول، الجهد اللي اتبذل في الأول. عشان كده عثمان عظيم، وأرخان عظيم، ومراد الأول عظيم، والعهود الأولى، الأسماء الأولى ديت هي فعلا الجيل الرعيل المتميز للغاية. وبعدين حصل عهد الفترة في عهد بايزيد الصعقة، ورجعنا تاني، رجعنا تاني محمد الفاتح، شخصية من أروع الشخصيات لا أقول في تاريخ الدولة العثمانية ولكن في تاريخ الدنيا كلها. لأن ده الوحيد في قصة الدولة العثمانية وفي المتأخرين بشكل عام اللي عنده مدح خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واخد شهادة ما حدش في الدنيا في المتأخرين محصلها. رحمه الله هو كده يعني ما شاء الله يعني. فقال عليه نعم الرجل، نعم الأمير. هذا كده تقييم الخاص له شيء مبهر يعني. وطبعا اداؤه كان في غايه الروعه. وابنه بايزيد الثاني برضه كان عظيم، يعني كان اقل طبعا عظمه من ابيه لكن كان عظيم. هذه الفتره التربيه ديت هي اللي افرزت هذا هذه العظمه مع ان الدوله العثمانيه من بدايات سليم الاول وقعت في اخطاء فادحه. وتغيرت البوصله، عملت مشاكل
كثيره جدا، لكنها تزداد قوه ببركه الصدق الذي كان في قلوب الاولين. البناء الجيد اللي اتعمل ده خلى المجتمع المتماسك والروح الاسلاميه وحب الشريعه وحب الدين اشياء كثيره جدا رسخ فيهم الاولون، ما راحتش من عينيهم. حتى لما راحت شويه في عهد بايزيد رجع على طول الامور تاني في عهد محمد الاول ومحمد الفاتح، رجعت لنصابها من جديد فتغيرت الاوضاع. لو التربيه ضعيفه ممكن تمكن لكن بتقع بسرعه. خد بالك لو انا عندي فتره التربيه دي ضعيفه حتى لو طالت الزمن بس التربيه ما هياش متقنه، ما هياش على القران والسنه، ما هياش برضه المعايير والسنن السليمه، ممكن تمكن تطلع الكرف شويه، ممكن يطلع قوه مفرطه كمان، يطلع فرق بس فجاه تلاقيها وقعت. ما اكثر الدول في التاريخ والجماعات اللي هي على هذه الشاكله، اللي هي تيجي لها فرصه تبقى دوله 30 سنه 40 سنه كتقع. كتير قوي اسماء الدول حتى ممكن عمرك ما تسمع عنها اصلا. وتلاقيها اختفت، قامت واختفت، قامت واختفت وهكذا. كده زي ما بيقولوا كده في الموجه تنشا لتموت. تنشا لتموت في بعض الموجات كده، عشان كده اسم النظريه الموجه لتموت. في موجات تسونامي عظيمه جدا تطلع وتاثر في الدنيا كلها. وبعد كده ايه؟ لازم في الاخر ايه؟ لازم في الاخر تنزل طبعا. ده المنحنى اللي انا كنت رسمه سنه 2003 من غير النظر للدوله العثمانيه. سبحان الله شوف نفس الفكره. انا قدمت في مصر سنه 2003 في احد المؤتمرات يعني او المحاضرات، وبعدين بعد كده قدمته هنا في امريكا في شيكاغو في مؤتمر ماس شيكاغو 2005. اول مره انا اعرضه هنا في امريكا يعني. وكل واحدة من دول بتمثل مرحلة موجودة في الدولة العثمانية، زمن الإعداد اللي هو لحد محمد الفاتح وابنه بعد كده يزيد، وزمن وضوح الرؤية، وزمن القوة المفرطة، وزمن السقوط، كله مرسوم والنزول المتدرج، كل القضية ده طبقوا على تاريخ الأندلس، طبقوا على تاريخ الدولة الأيوبية، طبقوا على تاريخ دولة المماليك، طبقوا على السيرة النبوية نفسها، على الخلفاء الراشدين، طبق في كل مراحل التاريخ وأسباب واضحة وظهر. الموجه التاريخيه زي ما انتم شايفين ديت الموجه بتبتدي يعني بطيئه وبعد كده بتعلى وبعد كده بتنزل ومصداقها في كتاب الله عز وجل ومن نعمره ونعكسه في الخلق. انا الايه ديت سبحان الله ليه موقف لطيف معايا يعني. انا بمشي مع والدتي ربنا يديها الصحه وطول العمر، عندها 79 سنه، فانا بمشي سندها بتتحرك تطلع السلم بطريقه معينه، بتمشي بطريقه معينه، بتقوم من السرير بطريقه معينه، ليها وضعيه معينه في هذه السن. وانا ربنا رزقني مريم عمرها دلوقتي سنه ونص نفس الطريقه اللي بتمشي بيها والدتي في هذه المرحله. ازاي تمشي نفس الطريقه؟ ازاي ممكن تتكعبل تاخد بالها مش عارف ايه؟ ازاي بتقوم من على الارض؟ ازاي ومن معمره نركز في الخلق. الطفل الصغير الكبير بيرجع يعيش تاني نفس الدوره بتاعته لما كان طفل تاني يعني. فسبحان الله. فكذلك الامم تعمر وبعدين بعد كده بتنزل. ما حدش بقى يعني بيبقى مستغرب سقوط الدوله الهائله ولا عادي جدا كله بيحصل. والخلافه الراشده نفسها انتهت وقام بعدها ملك تاني وهكذا. برضو الايه الكريمه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. برضه دي تطبق على الافراد وتطبق على الامم. لما بتعرف الحاجات دي بتقرا كتاب الله بتستمتع بالقران الكريم وانت حاضر في ذهنك الامثله اللي في حياتك ما بتبقاش مجرد قراءه عابر، لا عيش في الايات هتلاقي حياتك مرسومه جوه القران الكريم في اي مكان بتقرا فيه. حد يجيب لي الايه الثالثه على الكرف اللي احنا بتاع الموجه التاريخيه ده. وتلك الايام الله يرحمها وتلك الايام داولها بين الناس. كويس انا عايز نفهم من المسجد. وتلك الايام نداولها بين الناس. كان ليا برنامج اسمه وتلك الايام على قناه اقرا، هتلاقيه موجود عندي على الاسلام ستوري دوت كوم، هتلاقيه موجود محمد على الاسلام وين، خشوا شوفوا 30 حلقه كل حلقه وتلك الايام اسمه وتلك الايام. تكتبي وتلك الايام على اليوتيوب هيطلع لك كل حلقات البرنامج.
كان اعتقد سنه 2006 2007 حاجه زي كده. البرنامج كل حلقه نص ساعه، كل نص ساعه بجيب فيها الكيرف ده على دوله من الدول الاسلاميه في التاريخ. فبتشوف بقى قصه صلاح الدين، قصه نور الدين، قصه القطز، قصه الاندلس على الكيرف، الرسول عليه السلام في ثلاث مراحل من حياته وهكذا. فعشان تعرف ان الموضوع ايه متكرر، التاريخ يعيد نفسه. أورخان ابن عثمان، لولا أورخان لما اشتهر عثمان. يعني أورخان هو اللي شهر عثمان، أورخان ده شخصية فعلا مبهرة رائعة. لو أورخان ما ظهرش عثمان ما كناش عرفنا اسمه أصلا. إن عثمان زي ما قلنا احنا 16,000 كيلومتر مربع، مساحة صغيرة زي أي إمارة. حد فاكر أسماء الإمارات التركية اللي قلتها في الأول؟ حد فاكر حاجة؟ حد فاكر إمارة آخي أو إمارة حميد أو إمارة صاروخان أو إمارة، خلاص انتهت مش كده؟ انتهت من قعدتنا وانتهت من التاريخ. يعني بقت في ذمة التاريخ في غضون 30 40 سنة بس، مع إنهم كانوا أكبر من الدولة أو الإمارة العثمانية. الإمارة العثمانية أصغر منهم بس اختفوا. أورخان هو اللي عمل شكل الدولة. ادى اماره عثمان او اقطاعيه عثمان شكل الدوله. اذا كان عثمان هو المؤسس فان اورخان هو الذي اعطى الاماره هذه المحدوده شكل الدوله. واقول اخيرا اورخان هو الذي اخذ واحده من اهم القرارات في تاريخ المسلمين، وهو قرار عبور البسفور. عبر البسفور راح الناحيه فين؟ راح اوروبا. هو اول قدم حقيقي تنزل في اوروبا وتبتدي بقى انشاء مجتمع مسلم في داخل اوروبا. في محاولات قبليه، في 17 محاولة أو 16 محاولة، محاولة رقم 17 هي المحاولة بتاعة أورخان. ماشي. احنا عشان طبعا هنديكم وقت قبل العشاء عشان الوضوء والتجهيز وكده. فأورخان هو الذي أخذ واحدة من أهم هذه القرارات. ده أورخان بن عثمان حكم من 1326 ل 1362، يعني 36 سنة. 36 سنة آدي دولة اللي استلمها، شكل الدولة اللي استلمها 16,000 كيلومتر مربع سلمها بهذا الوضع. 95,000 كيلومتر مربع. في خلال 36 سنة ضاعت دولته ست مرات. ده شكل الدولة الحقيقية بقى. طبعا في دول كتير في العالم حجمها حوالين الحجم ده. زي الأربع دول دول. قولوا لي أسمائهم، سهل إن شاء الله. أول واحدة هناك كوريا الجنوبية صح. وهي اللي يعرفها ياخد جايزة من الجامعة برضه. بابلونيا. صعب. أنا سمعت حد قالها. المجر. طيب ما شاء الله عليك، خد بقى اديله سائق جاي. والثالثة البرتغال صح؟ والرابعة لازم تعرفوها. ها؟ الأردن. مش مهم حدش من الأردن يعني. الدول دي كلها اشترك في إن هي حاجة و90 ألف كيلومتر مربع. اللي هي 95 في كيلومتر مربع. دولة أورخان يعني دولة محترمة ومعتبرة في العالم، في دول أول، حتى في دول أصغر من كده كتير. أنا جبت دول اللي حجمها زي حجم دولة أورخان عشان تعرفوا إن هو صار ليه مكان على العالم. صار ليه مكان على الخريطة، صار ليه وجود معتبر. أدي طبعًا في دول أصغر ومشهورة زي النمسا مثلًا 83,000 كيلومتر مربع، أصغر من كده كمان. لكن يعني ديت دولة أورخان. توسع في الأناضول، شوف الدولة بتاعته اللي هي بيستلمها. بدأ يتوسع، فتح مدينة بورصة. بورصة اللي حاول أبوه يفتحها وانتصر على تكفر ولي بورصة سنة 1802، لكن ما عرفش يفتح بورصة. أول سنة استلم فيها أورخان فتح بورصة اللي هي تعتبر أهم مدينة في غرب الأناضول. ولما فتح بورصة أهل بورصة معظمهم دخل في الإسلام. كان شايف نموذج رائع وجديد اللي هو نموذج التسامح العثماني، كان مبهر حقيقة. وهنتكلم عليه إن شاء الله في شريحة من الشرائح القادمة. وانا تعليق المؤرخين الغربيين بشكل عام متفقون جميعا على موضوع التسامح العثماني في الفتح.
فالناس بتلاقي طريقة مختلفة جدا في التعامل عما كان يرونه من الأمراء الأوروبيين أو الأمراء البيزنطيين. فتح بورصة سنة 1326 يوم أو في سنة توليه، وفتح مدينة إزنك 1331، وفتح إزميل 1337 أو فيها شك ما بين المؤرخين السنة بالظبط اللي فتحت فيها إزميل. المهم إن هو اتوسع في هذه المنطقة وعمل مفهوم الدولة، حدود واضحة عنده، صار ليه حدود ومعروفة، والشرق في دولة كذا والغرب في دولة كذا، شعب معروف ينتمي للأرض وبدأ يكون ليه اسم موجود في الأناضول وفي العالم. حطوا دستور للبلد وحطوا قانون للبلد مكتوب، وعمل دار سك نقود، والعملة بتاعته كان مكتوب عليها أرخان عز الله نصره، وعمل الجيش النظامي. الجيش النظامي ده يجرنا لموضوع الجيش الانكشاري، لانشاو أرخان مشهور طبعا الانكشارية في العالم. الانكشاري اللي هو يعني الجري اللي هو الجيش الجديد، طبعا ممكن يكون النطق في تركيا مختلف عن كده، بس المهم ان هو معنى يعني الجري اللي هو الجيش الجديد او اللي اتحركت بعد كده في لغتنا العربية للانكشاري او الجيش الانكشاري. الجيش الجديد ده كان ايه فكرته؟ ليه هو عايز يعمل الجيش بهذه الهيئة؟ دي على فكرة هيئة معينة مش لها طبيعة اي جيش في اي حتة في الدنيا. اولا هو كان عايز مشاة، عنده مشكلة ان هو مش عارف يفتح القلاع والحصون ولا يتحرك في داخل البلاد الا بمشاة، وما عندوش مشاة لان هو جيشه قائم على فرسان الاتراك، اللي قلنا في اول الدورة ان الفارس التركي اهم حاجة عنده حصان، فهو ما عندوش مشاة حقيقيين في الجيش بتاعه، كلهم فرسان. في نفس الوقت هو كان بيعطي اقطاعات للاتراك اللي هم الفرسان دولت كل ما يفتحوا مكان، فمع وجود تطور الزمن كل واحد عايش في الاقطاعيه بتاعته بيزرعها بيطلع محصول، فبقى اقبالهم على الخروج معاه في كل معركه صعب، عايز يراعي الارض بتاعته ومكانه، مش بقى جاهز معاه للخروج رايح جاي في اي مرحله، فحب ان هو يكون جيش نظامي، هو الراجل وظيفته فقط انه محارب ملوش غير كده. فظهرت فكره الجيش النظامي للمشاة اللي هو الانكشاري، اللي هو بعد كده صار اقوى جيش في العالم مرحله من المراحل، كان اقوى جيش في العالم الجيش الانكشاري ده. فكره التكوين انه يكون احترافي بروفيشنال، هم شغلتهم بس في القتال، ويكون غير تركي لان الاتراك مش هيعجبهم انهم يكونوا مشاة، ولا يعجبهم ان هم ما يبقاش يتملكوا الاقطاعيات والارض، فلازم يكون غير تركي عشان يقبل انه يعيش حياته الكنديه فقط، ويكون اسلامي عشان وجهه الدوله واضحه جدا من ساعه تشكيلها الجهاد في سبيل الله، ما ينفعش يكون مرتزق جاي من روسيا ولا جاي من البلقان ولا جاي من اي مكان تاني بالفلوس، لان الميشن بتاعت الدوله او مهمه الدوله واضحه في عينين اوركان، فلازم يكون اسلامي ولازم يكون نظامي، معنى انه ما بيعملش حاجه في حياته غير الـ 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 القتال، احترافي متعلم الفروسيه والحرب والنظامي يعني مالوش شغلانه ثانيه غير موضوع الـ الجيش. ظهرت فكره الانكشاريه بقى، قانون الانكشاريه بقى، اللي هو نفس فكره تكوين المماليك في مصر قبل كده. عارفين انتوا موضوع نشأة المماليك، لو كنت حد فيكم سمع تاريخ قطز والمماليك البحرية والمماليك البرجية وما إلى ذلك. السلطان زي نجم الدين أيوب راح اشترى مجموعة من الأطفال الموجودين في أسواق العالم في ذلك الزمن، كان الموضوع ده متاح، أو خد الأطفال اللي هم آبائهم وأمهاتهم ماتوا في المعارك اللي موجودة وصاروا مشردين بلا عائل موجودين في كذا كذا، أو أطفال يعني راغبين في الالتحاق لفقر أهلهم أو لعدم قدرتهم على الإنفاق عليهم أو أي شيء من الأشياء. الناس دي كلها الأطفال دي في السن الصغير ده كانوا بيلتحقوا بهذه الفرقة اللي أنشأت. قانون الانكشارية إن هو لازم هذا الشخص اللي بيلتحق بهذا المكان يكون أولاً غير تركي ساعتها، عشان بعد كده ما يقابلش مشكلة إنه عايز ينفصل ويعيش حياته الخاصة، وان هو يتعلم العسكريه، وان هو يكون مسلم، فلازم هو لو كان نصراني اول حاجه بيعلنها الاسلام ويتعلم اللغه التركيه وبعدين تيجي تجربوه على القتال. لكن للاسف كان من ضمن برضه قوانين الانكشاريه انه ما يتجوزش.
تمام؟ طبعا انا شايف طبعا ديت من الاخطاء اللي موجوده في قانون الانكشاريه للراي الشرعي، ان القانون ده غير صالح، لا رهبانيه في الاسلام. ما ينفعش ان حد ينعزل فقط من الجهاد. طبعا ده في الاول نجح مع الناس وقت سيطره الدوله وامكانيات كبيره وروح عاليه وتوعيه دينيه، لما الامور بعد كده ضعفت والدوله ما عادش الروح الاسلاميه فيها عاليه او حصل فيها نوع من فقد السيطره على الجيش، هم دول اللي وقعوا الدوله العثمانيه. الفساد بقى لما بيدخل في هذه القوه وهم اصلا يعني عائلات بلا يعني زواج، فبيحصل انواع من الفساد ادت الى يعني. فكانت الفكره نفسها مش سليمه شرعيا، ان انت سليم شرعيا انك تجمع ناس كلهم منظمين محترفين، لكن تسمح لهم يعيشوا حياه طبيعيه، انه يتجوز ويخلف عند اولاد هو خايف ان الحاجات دي تعوقه عن الجهاد في سبيل الله والحركه. بس ده مش منطق اسلامي، مش منطق نبوي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مع قيمه الجهاد الكبيره قوي قوي في عينيه، انه كان تزوج صلى الله عليه وسلم ونهى الناس ان تتبتل. لما جه واحد قال انا لا اتزوج النساء وعشت، قال له لا انا يعني اخوفكم لله عز وجل واخشاكم له، ولكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدي من اخطاء اي الدوله العثمانيه اللي دفعت ثمنها ليتر بقى بعدين. وقبل الاخيره الكلام المباركه البكتاشيه اللي هي قلنا الطريقه الصوفيه البكتاشيه، ظهرت ايام اخرى حاج محمد بكتاش ده احد قاده الصوفيه الكبار اللي كانوا عايشين في ايران، وبعدين بعد كده انتقل الى الاناضول، استقبله اورخان في الدوله بتاعته، ولما عمل الاحتفال الكبير بتاع احتفال تاسيس الانكشاريه دعا البكتاش هذا، وبكتاش يعني بارك القانون، وهو الذي اعطى هذا الاسم الجديد الجيش الجديد الانكشاريه للانكشاريه. وطبعا لنقص العلم الشرعي بارك هذه الخطوات، لو طبعا عنده علم شرعي وعلم حياه الرسول صلى الله عليه وسلم والقران والسنه كان قال له ان هذا الكلام غير شرعي، ان انت تعزل الناس عن حياه طبيعيه، ودول في الاخر بني ادمين محتاجين كل النيدز اللي محتاجها او محتاجها البشر بشكل عام، فهيفسدوا مع مرور الوقت، لو انت استفدت منهم فتره هتعاني منهم بعد كده. ما قالوش الكلام ده كله، وتم انشاء الجيش الانكشاري سنه 1330 وبدا ينمو في القوه. طبعا بعد كده صار زي ما انتم عارفين اقوى جيش في العالم بعد كده. انا استقلال الدوله العثمانيه ده موضوع منفصل، هخليه بعد صلاه العشاء.